السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب وسعد الله مساءكم في الحلقة 11 من سلسلة مس سرفايفل. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. والله يا أمطار الخير يا شباب، شوف كيف الرعد وتأثيره على البيس الجميل. حطيت فيه شغلة هنا حتى أنها تذكرني في بناء السور حوالين البيس، حتى أن لو جاني المست أو الضباب ما يأذوني الزومبي. شوف ما أقدر أركض، يقول لي too much weight، كانت رن من كثر الشغلات اللي جبتها يا شباب. هذه الموارد اللي جبناها، انهينا الحلقة الأخيرة في المنجم وجبت هذا السلفر، فيه تقريبا 1 2 3 4 5 أنواع زنك، كوبر وآيرون، هذا مدري وش اسمه سالت، هذا ملح، سالبتري طول الحلقة أخرتها سولت يا ابن الحلال، سولت الله يرحم والديك. المهم وعندي السلفر، هذه كلها راح نصهرها بإذن الله. يا إلهي شفت الإشعاع يا شباب قبل شوي، شوف هذا الضوء حق الأفلام، عرفته؟ والله شيء رهيب أقسم بالله بدون مجامل للمطور إذا كنت تشوفني. المهم الموضوع الصهر عندي أول شيء، لا في شيء غلط يا شباب، إيش هذا كرافت؟ إيش السالفة؟ ألو هنا الصهر، هذا ما يمديني أصهره، الملح طبعا ما يمديني أصهره. عندي الكوبر يمديني أصنعه، يا ريت يعطيني المسمى، ما يعطيني المسمى، خلنا نشوف وش راح يعطيني. وعندي الآيرون، طيب الزنك خلنا نحط حبة، اوكي يريد 4 حبات عشان يعطيني 1. راح نشتغل بالصهر، هذه الامور يا شباب راح تفيدنا في ايش؟ راح تفيدنا في صناعة الاسلحة. ان شاء الله ان الجودة كويسة عندكم، ما يحتاج اني انا بسم الله صبته طلع الدم بس تكفى وقف، شوف السهم معلق، ان شاء الله ان المدى كويس. يا سلام مات بس في البحيرة، مفروض اني انتظره صراحة يطلع من البحيرة، اتوقع راح علي انسيف، يطلع لي حق الماي ما يطلع لي. تكفئ، هذه اول غزال نصيدها يا شباب. طيب عطنا الاسهم حقي، كم المفترض اني انتظرها تطلع من البحيرة؟ وهذا قلتش للأسف، اتمنى انه يعالجونه بسرعة وقت. فالمهم السالفة كلها يا عيال عشان نجي للمصنع الاخير اللي هو باقينا ما سويناه ريلودينج بنش، حتى ان نصنع الاسلحة. مثل ما تشوفون يطلب 2 من هذا و2 من هذا زنك، اوكي عندي 4 ثانيات بس لازمنا نقدم الوقت. بنام برا، خلنا نجرب اذا نمت برا هل بيصير شيء. ساعتين عندي 1,000,000 يحميني، اوكي راح الوضع ليلي يا عيال. اوكي هذا خلص كويس، وهذا خلص، وهذا خلص، نحتاج زنك بعد زيادة حبة، وبرضه الكوبر 6 يعطوني 0. وشلون 0؟ في جلتش في السالفة يا عيال ولا ايش السالفة؟ قبل شوي مكتوب 0 واعطاني الحبة يقول لك 0. إذا كذا الوضع بقسمها، ما بصير أحط له 4 ويعطيني حبة، إن شاء الله إنه يضبط. والله أعطاني يا عيال. عنوان المقطع جلتش تكرار. على بالي ميت، الله يخرب بيتك، نايم ما شاء الله تبارك الله، في 7 نوم ها؟ قم وأنا أقول يحموني يا ولد، قم متراكت راح قصص الشجار. 2 ساعة ركب لوجز وليف وكل شيء. يلا توكل على الله، قوتت ما عندي رجال ينامون في الليل، سرفايفلز. شوف 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 تعلم البنات، الله يخرب بيتك وانت منبطح على الارض، ام حق رجال والله، البنات صاروا يحموني اكثر. فودي الحين ريلودينج بنش، تكفى ايوه يا سلام، هذا تبع الرصاص، رصاص مرصاص سواليف كلها هنا. ان شاء الله ان عندي المواد الكافية، احتاج 4 جير و10 من الود عندي، كل شيء متوفر يا اعزائي المشاهدين. لا والله خلنا نام، وسعد الله صباحكم يا جماعة، اقسم بالله ان الجرافيكس رهيب، والمنظر تبع البيس هذا رهيب جدا. خلنا ارويكم الشغلات اللي سويتها على السريع. سويت شوية لوكرات، ودي صراحة اضيف واحد، تروح عند البيوت الدواليب تختار عندك اكثر من واحد، في سكيورتي لوكر، هذا اللي ابدا ما ينزرف، تحس فيه كلمه سريه عليه. وش رايكم نسويه؟ سوينا واحد، شكله والله مختلف، هذا مميز جدا، ممكن اخليه ايش مثلا في هالمنطقه. شوف نسيت انا ارويكم قبل شوي من بنتوري، نسيت اني رصيت شويه من الاغراض اللي هو اللفه الاولى من المنجم، يعني فيه تلويه تقريبا 3 مرات الوت. وهنا حطيت الشغلات اللي صهرتها تو، خليت بس الـ4 شغلات اللي احتاجها للمبنى حق الرصاص اللي هناك. عشان لا اخبصكم خلنا بخلص حق الرصاص وبعدين راح اوسع المكان. المهم هذه شويه شغلات رتبتها. بالنسبه للبلو برنت هذا يفيدنا في المباني. المهم هذا غريرات على السريع، هذا اللي احتاجه، اعطنا 3 لاني راح ابني اكثر من شغله، او اعطنا اياهم كلهم. هذا يبي له بس روتيت كذا،
وينحط او تنحط الخزنه في هذا المكان. اوكي قلشت. ممكن نحط فيها الشغلات اللي بعد ما تنصهر مثل هذه. الشكل كذا بيكون مرتب جدا. هذا يعني كل سطر بيكون من نوع معين. طيب الحين نحتاج 2 من كوبر، 2 من ايرون، و4 من هذا، والالواح ومطرقه ومنشار حتى اني احط المصنع الثاني. الاسلحه عندي في السياره، هذا المطرقه وهذا المنشار. بعد هذا المصنع من المفترض انه يمدينا نطحن البارود او نصنع الرصاص بانفسنا. والله يا جماعه البوس الاخير هذا مست ولا مطر؟ اوكي ليه وقف؟ وقت الكوبر معي توه يا عيال، الكوبر معي اقسم بالله. في جلتش يصير تصدقون؟ يمكن بسبب الجلتش اللي سويته في البدايه صار يحسب لي الثنتين بوحده. والله كل شيء جايز. لا والله يا عيال السالفه ما هي بجلتش، السالفه ما فيها ان ممكن انت تصنع حبه واحده وبعدين هذا الاربعه تجمعهم فوق بعض عشان تعطيك واحده كامله. يعني كاتب لك الفاليو هنا 13. يا اخي متى انا بوقف من سالفه الجلتش؟ لازم اخترع لي جلتش. شوف هذا الاربعه يعطوني 52 ديم، 5 65. لماذا يا رجل كذا كثير؟ والله مره دام السالفه كذا تعود من ابليس واحط الكوبر كامل اللي عندك. مثل ما تشوفون الفاليو كاتب لي 208. الزنك 4 حبات كافية انها تعطيك واحدة كاملة. الايرون نفس الكلام، 4 حبات راح تعطيك كاملة. بسوي 8 حبات اللي هو نحتاجهم في المبنى اللي قبل شوي تبع الرصاص، 2 من هذا 2 من هذا. الملح هذا ما منه فائدة، ما ادري يدخل في ايش من الصناعات بعدين، بس ما له صهر. وبكذا احنا جاهزين هذا البناء والوود الجير كل شيء موجود صح؟ تكفى. اي كل شيء موجود الحمد لله. شوف كيف شكله. المهم انه هنا رصاص. يا سلام يا سلام. بس تعال وش هذا؟ ما اتفقنا كذا، انا على بالي بارود بس. طيب الجن بودر عندي مليان في المخزن، انا ايش يهمني؟ يهمني رصاص الشدقن صراحه. بس هذا اول مره اشوفه، ما اذكر اني لوت يمكن 1 او 2 عندي بس. يود الموضوع جدا بسيط صراحه. ابجريد ورك شوب تو انلوك اذا ودي اصنع قنابل. على طار القنابل يا شباب، انا قلت لكم في الحلقه الاخيره، وش رايكم يا شباب تكتبوا لي تحدي وشلون اقتل البوس الاخير؟ فجتني تحديات اني ما استخدم الشدقن وما استخدم الاكسبلوسيف تقريبا ارو. واذا كانت في تحديات ثانيه اكتبوا لي اياها، يوم اوصل عند البوس بحاول. رغم انه صراحه في مخاوف كثير قالوا لي والله انت جالس تهايط ويوم تقابله راح يصير كلام ثاني. فكل ما يخوفوني الجماعه منه، لكن ما عليكم دوما وابدا مدركين الاوضاع. طيب هذا مثل ما شفتوا الجن بودر عندي كميه مهوله. هذا تطحنه يعطيك هذا عشان يعطيك البودر. يقول لك جيب هذا اللي تطحن وجيب 2 من هذا او هذا. ايوه هنا السولت، خلينا نقول الملح، هو مش ملح بس خلينا نقول ملح. يا اخي والله الترجمه سولبيتر يا عيال، سولبيتر قريتها صح، سولبيتري. المهم هذه الملح الصخري. الملح ايش؟ الصخري يا عيال. علمتكم شيء اليوم يا اخي، الجو الماطر هذا شوي يثقل اللعبه مع التصوير عاد ما يحتاج. في شغله رهيبه جدا جدا يا عيال، موضوع الله يعطيك العافيه يا توب 001، الله يعطيك العافيه. هذه السكوبات، وين السكوبات يا عمي؟ وين السكوبات والليزر؟ هذه كلها ان شاء الله ان شاء الله ان انحلت مشكلتها. ليه؟ والله قريت الكومنت توي يقول لي شوف اضغط كليك يمين على السلاح يجيك موديفاي. تمسك السلاح تفصله، تريد تركب عليه المنظار، تريد المهم شوف وات سبرا صار يمديك تركب على شدقن. شدقن يا طيب. فالله يعطيك الف الف عافيه. ما ادري وشلون ما جت على بالي نضغط كليك يمين على السلاح موديفاي. هلا بي سايت، اشكرك والله اشكرك. طيب عندي سايت ثاني، شوف ايش ايم داون سايت سبيد، يقلل من سرعه رفعي للسلاح يوم اصوب. يا رجال ما عليه. دقيقه ركب الكاتم. الكاتم وين الكاتم؟ الظاهر اني ما شليته من الصندوق. اي والله هذا هو اكبر من راسي، شلون ما شفته؟ تعال يا قلبي موديفاي سبرسر. تكفى ما عندي مجازين. في مجازين يمديك تركب رصاص شو اسمه ذا الاكستندد. والله كلام كونفيرم. طيب اوه تعال 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 وين رايح؟ والله اكبر الله اكبر يا عيال، والله فله يا اخي حرام يا اخي. كم فايت دخلته من غير السكوبات؟ معي ليزر على فكره، والسكوب 256 الظاهر للام 4. خلينا نشوف. ايوه موديفاي. اي والله يعني كل سلاح لها اوف. الليزر هذا يا ولد شكله رهيب بيكون. سبرسر بعد. تكفى تكفي. ليه؟ الله اكبر يا عيال،
ما هذا الجمال؟ شوف الليزر جميل يا أخي، والله جميل، إضافة جميلة جدا. سكوت ارفع يدك، أنت محاصر. والله فلة الوضع، حط بين عيونك الحين. غريبة صراحة، إيش السلاح؟ حس إني ناسي السلاح صراحة. مهم السنايبر، الكاتم السنايبر. لا ما يمديني أسوي موديفاي، كان بيطلع أوف. تمنيت أنا أكتب لك وش السلاح اللي استخدم عليه. SG شاتجن يا عيال ولا لا يا أخي؟ إي والله أنا شاتجن، أنا ما جربت قبل شوي. وات شاتجن بالكاتم كذا كثير يا عيال، كذا كثير والله. رهيب والله رهيب، شاتجن بكاتم حلو. طيب فقرة تعديلات الأسلحة وخلصناها. هنا يا عيال سويت صندوق، هذه الشغلات، الكرسي للخلاط اللي هو البروكن ماشين جن، هذه كلها سواليف. احتاج وين الصقر هذا؟ ما ادري الصقر هذا نزلت الظاهر. احتاج هذه باذن الله راح تضبطنا يا شباب موضوع السياره. بس احتاج جراج وشويه ترتيبات يعني شويه. انا الحين همي في الرصاص، خلنا ناخذ البودر هذا كامل، وعندي هذا خمسة منه، هذا 9mm حق البستل، وهذا حق مدري ممكن السنايبر، بس هذا اللي عندي. حق الشتجن يحتاج البراس، البراس يا عيال هذا ما شفته، فريت المنجم كامل براس ما لقيت، وكلهم يطلبون البراس. انقذني يا صوفيو، وش هرجة البراس هذا؟ شوف الجن بودر هذا، اوكي الحين انا استوعبت السالفة. الجن بود اول شيء يطلب منك انك تجيب السلفر وتطحنه، بعدين تجيب الملح وتطحنه، الملح الصخري وتطحنه، بعدين الاثنين هذول تحطهم مع بعض كذا تطحنهم، يصير لك ايش؟ الجن بودر الاسود. فعشان كذا في الوان كذا وتشوفون في فرقعات، ويعطيك اربعة طبعا، تحط اثنين من هذا واثنين من هذا يعطيك اربعة من هذا، زائدا الشاركول. الشاركول هذا من وين اجيبه بعد؟ الله يا عيال الموضوع يحتاج بحث صراحة. طيب موضوع السور، السور هذا يا شباب يتطلب اثنين لوجز واربعة لاشنج، اللاشنج ممكن ينقص علي، بس نحاول نسكر حتى لو جهة واحدة من البيس، ونسوي لنا بوابة في مكان معين كذا. في ترتيبات صراحة جدا كبيرة لهذا البيس. بالنسبة للبوابة هذه أبيج مين جيت، متطلباتها معقولة صراحة. شوف كيف شكلها، ليه مفتوح؟ يا ساتر، هذه يحتاج لها سور كبير ما يحتاجها. هذا عجبني لأنه يدمج من نفسه، فما يحتاج تعب نفسك في الموضوع هذا. إن شاء الله الزومبي ما يمديه يرقى هنا، ممكن أسكر كذا لأنه دائما طريقي من هناك، العالم كله بهذا الاتجاه. واو والله مرة كبير البواب، مرة كبيرة، ظاهر بحول الموضوع هنا إلى تصوير كامل. بس حلوة حركة إن البلو برنت يمديك تشوف قبل لا تبني، فيمديك تكنسل بسهولة. شوف على طول سي كانسلينج خلاص. برضه ممكن نحط لنا البرل، برل أفضل يقولك في الإضاءة، والنار تدوم فيه بصورة أكبر، ممكن أحطها هنا في الوسط بحيث لا جتني الظلمة. والكشافات هذه مهمة جدا، خلها في هذا المكان مقابل الدنيا كلها هذه والشغل. طيب يا شباب بحثت عن موضوع البراس، طلع لازم انك تشبك الاثنين، بمعنى انك بتمسك الكوبر والزنك وتصير تمكسهم كذا في خلاط داخل، عرفت، في الفرن. الايرون ما يخصه، بس ما ادري والله اذا بيعطينا منتج ثالث بعد. خلنا نشوف، مثلا هنا عندي ستة كوبر وستة زنك، شوف تغير اللون كذا صار طيب مع الايرون. ما يطلع لك اي شيء. كم تحتاج يا حبيبي؟ خلنا نشوف الموقع كم كاتب. هذا حرف 888 يعطيه 2. طيب انا ما عندي يا اخوي، اريد واحد بس تقريبا، يعني 8 و4 يعطيك واحد، هذا البقيه نرجعهم. اعطيني ملت يا ولد، والله مره صعب هذا، احتاج يعني من المنجم تلويت. طيب هذا الموضوع فهمناه. الشاركل اللي هو الفحم، الفحم هذا موضوع يا شباب من الكام فاير، الكام فاير تولع لك اي كام فاير، وبعدين تحصل في الستورج حق الكام فاير الفحم. طلع كان المفترض انه من هذا برضه طلع فحم، بس ما يمدي. ايوه حلو. الحين حبه البراس هذه يا عيال تعطيك 8 رصاص شتجن مش واحد، وبالنسبه للسنايبر تقريبا 16، والفرد الصغير هذا 16، وهذا 16 الاي كي او الامفور. فحلو عشان كذا الواحد هذا جدا صعب. بالنسبه للمطاحن هذه ما راح اطحن شيء، انا عندي كفايه صراحه، لازم اطحن هذا واطحن هذا، بعدين امكسهم عشان يعطيني هذا مطحون. نفس قصة اخواننا الاثنين اللي قبل شوي طحناهم عشان يعطينا منتج واحد. فالحمد لله ان الكبريت هذا او الجن بودر متوفر عندي كفاية. ناخذنا غفوة سريعة بانتظار صناعة اول رصاص. جاهز يا سلام عليك. اللو كواليتي انجوت هذا انا مسويه. طبعا الجير يا شباب احنا مجمعينه المرة الماضية، هذا هو اللو كواليتي، تمكسه مع هذا يعطيك اول رصاص. يا سلام بصي يا له، 8 طلقات شتجن
30 دقيقة craft yourself. شوف كيف خلاص هذا لهم الثمانية نروح الى ريلود بنش ونقول له يا عزيزي والبودر معي 22 هو يطلب بس 2 واحد من هذا. والحين عطنا اقصى كمية اللي هي 8 ممكن اخصص شخص يشتغل عندي 3 حلوين ولكن الامور طيبة. خلصنا صنع بنفسنا اول 8 طلقات شتجن اختبصت مع هذه صارت 9. بس على كل حال هذه الطريقة يا شباب في طريقة في خطوة واحدة قبلها اللي هو البارود هذا يمديك تطحنه. وللأمانة جاني فضول وشلون أطحن هذا؟ هل في أنيميشن في شيء؟ فنجرب. هذا هم معي مثلا 3 من هذا. يلا أطحن لي السلفر بودر. يطحنه يحول لك إياه من هذا إلى البودر. بس حلو. بعدين تسوي نفس الحركة بالملح الصخري وبعدين تمسكهم الاثنين مع فحم عشان يعطيك هذا. سالفة طويلة صراحة. بس الحمد لله عندنا البارود هذا الأسود جاهز. أنا الحين عرفت حاجتي. فحتى والله يوم كنت ألوت كذا خلف الكواليس كنت أقول خلنا بصنع أول رصاصة تعوذ من إبليس أعرف وش المطلوب ما ألوت كذا على عماها وبصير بركز على الشغلتين اللي أحتاج منهم لصنع الشتجن. طيب الخطوة الثانية يا عيال أني أصنع لي جراج وهذه أحد المتطلبات في الكومنت. قالوا لي أول ما تيجي كذا ملوت المدينة ولا ملوت لك مكان تحصل لك جراج محترم تنزل فيه. هذا عندي تونينج جراج وفي جراج فاونديشن. هنا المخطط أحتاج 60 كونكريت اوف والله مره كثير. هل احتاج هذا الفاونديشن تحته ولا هذا لو حاب بس كذا تبركن سياره فوق الفاونديشن ممكن اتوقع والله مش متاكد. واو منظور بنر لورد يا الربع والله اشتقت لها اللعبه والله العظيم اشتقت لها صراحه. انا افكر ارجع الحين. وين راسك انت؟ اوكي خليه كذا الجراج خلاص نحطه هنا وانتهى الموضوع. يا ساتر بس متطلباته جدا كثير. 60 طابوق 30 كونكريت. انا عندي في البيت هنا هذا كل اللي جمعته من تلويت المدن كلها 4 بس صراحه لانه وزن ما لوت كثير. هذا ال 12 بس. طيب عيال معليش على فصله المايك قبل شوي لانه في كارثه صارت معي في برنامج احتياطي يصور ولا كان كل هذا راح علي. والبرنامج الاحتياطي هذا ما يصور فيس كام. اللهم لك الحمد ان ما راح كل شيء على الفاضي. الحين وجهتنا لتجميع الموارد اللي ناقصتني لرصاص الشتجن. فصراحه يحتاج تفريم المنجم اتوقع 10 مرات عشان تطلع يعني بشيء محترم. هذه نقطه. النقطه الثانيه سلمكم الله موضوع السمنت. هذه في مزرعه اذكر من بدايه اللعبه تركت فيه سمنت كثير في هذا المكان. ان شاء الله نلقاه. طف الموتر يا الربع اقسم بالله انا بختم اللعبه على 5 لتر بنزين بس. هذا تبع الزراعه ما الزراعه ممكن ناخذه معني صراحه مش مهتم كثير بموضوع الزراعه. ايوه شفتوا الجلتش كيف صار ان الاخضر هذا موجود منه واحد لكني اخذت 2. هذا نفس اللي صار معي بمكاين السياره عشان كذا تشوفون عندي في البيس 3 ما ادري 4. ايوه هو ده. لكن مشكله الطابوق ما يمديك على طول ما يمديك تركض يمديك تحاوط بالسياره والطابوق الوحده وحده ما تقول فيه ستاك. هذه كارثه. من وين اجيب لك 60 طابوق انا؟ والله بناء الجراج صراحه اصعب مما توقعت. ايوه هذا السمنت اللي اقصده وهنا الكونكريت. هذه السياره بحملها بعد شوي بالاغراض. طابوقتين مكررات نفس الشيء. شوف 1 2 تسمعون الصوت 1 2 ما ادري هو راس او مرس بنين كذا المخرج عاوز كذا من البدايه ولا في جلتش في الموضوع. يعني ماكينه السياره تترسبن في نفس المكان 2 في شيء غلط والله يا شباب. انا عشان تكرار الاماكن لان كل الاماكن زرتها فما ودي اكرر عليكم الشغلات لكن الهدف اللي جالس اسويه واضح لكم. ودي اجمع للجراج وللسور وللرصاص ونصير نختم باذن الله في الحلقة الجاية اكون وفرت كمية كافية من الرصاص لعل وعسى. انا يشهد الله اني ما اعرف كم طلقة احتاج ولا ورايح اسوي تحديات فبيصير فيلم في الحلقة الجاية فلا تفوتك. ولا تنسوني باللايك يا عيال ترى يوم اطلب اللايكات هي اللي ترفع المقطع وتخلي اليوتيوب يرشح الناس ثانيين فممكن مشاهدين ايش يعني يحسوا الموضوع كذا زينة لايكات. لا والله هذا دعم كبير جدا للقناة. وبس شكرا للمنتسبين والشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وانا اراكم ان شاء الله وانا مجلود في الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.